السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السادس من سلسلة شرح الأوتوكاد وصنفور مهندس، في هذا الدرس راح نتعلم عن الموديفاي ما عدا الفلت والأري، راح يكون في لهم شرح لحال. قلنا زي ما قلنا بأول درس إنه الموديفاي تتعامل مع الأشكال المرسومة. مثلا رسمنا دائرة بدنا نحركها، بنستخدم موف اختصاره ام او او ام لحالها، او بنكبس موف من هون، بعدين بنضل الجسم اللي احنا بدنا نحركه انتر، وبعدين بنختار نقطة عشان نمسك الجسم منها. بالدائرة يفضل السنتر، بعدين بعملها موف. بنقدر من تحت نختار displacement، بدنا اياها 5 بحركها باتجاه 5 من هي الجهة، لو دخلنا سالب بحركها بالجهة الثانية. والكوبي اللي هي نسخ الجسم، هي نفس الجسم دائرة، كمان نكبس كوبي اللي اختصارها CO، نضل الجسم انتر، نمسكه من منطقة ونحرك فيه، وظلوا الأمر شغال وظلوا ينسخ لعن ما نكبس انتر ووقف الامر. الامر اللي بعده اللي هو روتيت. روتيت ما راح نرسم دائرة عشان صعب يبين فيها، راح نرسم اشكال ثانية بهذا الشكل. روتيت اللي هي بتعمل لنا دوران للجسم، نكبس روتيت وبعدين نضل الجسم اللي بدنا نعمل روتيت ونكبس انتر، بعدين بنختار نقطة بتكون هي مركز الدوران لهذا الجسم. مثلا هون اخترنا هاي النقطة، بعدين هون عشان مشغلين الأورثو، لاحظوا الجسم عم بنعمل له روتيت فقط بشكل عمودي. لو شلنا الأورثو شوفوا كيف الروتيت بتصير حوالين النقطة اللي احنا اخترناها. هسا بعدين بندخل specify rotate angle لزاوية الدوران 45 درجة، انتر، بلف لنا اياها ب 45 درجة. طبعا 45 درجة بتكون مع الاكس الموجب، دائما القياسات تبعت الزوايا بتكون مع الاكس الموجب. لما تكون موجب بتكون عكس عقارب الساعة، لما تكون سالبة بتكون مع عقارب الساعة. الامر اللي بعده اللي هو mirror، نرسم نفس الجسم ميرور، هاي الجسم نضل له نكبس ميرور او نختار MI اختصار تبع ميرور، نكبس انتر، بعدين بنختار مش نقطة، بنختار اللاين اللي راح تكون عليه هاي الميرور. يعني بنرسم لاين بيكون بالنسبة للجسم هو الميرور زي ما انتم شايفين هذا اللاين زي هيك، لو عملناه من هاي الجهة بصير هو اللي بيكون الميرور والى اخره. فرضا حطيناه زي هيك، نكبس بالفأرة، يعطينا خيارين erase source object، يعني بدك تمسح الجسم القديم ولا لا. هسا الديفولت تبعه نو، يعني لما نكبس انتر ما راح يمسح الجسم، وهذا اللي يفضل موجود. لو كبسنا يس راح يمسح الجسم القديم. هيك نكبس يس بيعمل ميرور ويمسح الجسم القديم، ولكن يفضل دائما تختار نو، هو الديفولت تبعه. طب نجي للستريتش. الستريتش استخدامها قليل وهي اشبه بالموف لما تختاروها. هي المفروض الستريتش تعمل على تمديد الجسم، ولكن بعض الاجهزة ما بتضبط، نستعيض عنها بنختار من هدول النقاط الزرق وبنمد الشيء اللي بدنا اياه.
تكون زوايا زي هيك، تعمل بس مجرد تمديد لهذا الجسم. مش كثير استخدامها. بعدها السكيل اللي هي بتتحكم بتكبير وتصغير الجسم، مظل الجسم سكيل نكبس عليه، بعدين نختار بيس بوينت نقطة مرجع. هسا السكيل بندخله كرقم، بدنا ندخل مثلا 2 أكبر من 1، نكبس انتر بضاعف الجسم بكبر. لو اخترنا رقم للسكيل يكون أقل من 1 مثلا نص، راح صغر الجسم للنص. ولو دخلنا 1 سكيل، طبعا الاختصار تبع السكيل SC، لو دخلنا 1 نفسه بضل الجسم زي ما هو. آخر واحد اللي هو الترم. الترم من بين جميع الأوامر بحتاج انتر مرتين. شو فائدة الترم؟ أول إشي الترم عنا بيزيل الأشكال الخطوط الزائدة، بيشيل الخطوط الزائدة من الزوايا. مثلا هذا خط كامل، احنا بدنا نشيل منه هذا الجزء البسيط، نكبس CR اللي هو الاختصار تبع الترم، بعدين انتر انتر مرتين انتر CR انتر انتر، نكبس على الجزء اللي ما بدنا اياه، بحذفه من الاطراف تبعونه. اذا كان جزء مغلق من جهة واحدة ما بحذفه، زي ما انتم شايفين هذا ما بحذفه، لازم نعمل له ديليت. إذا اخترنا الترم من هنا بنكبس معها انتر، بعدين بنكمل. وإذا كبسنا الاختصار تبعها بنكبس انتر مرتين. الترم ايش تنفعنا؟ بتنفعنا بعمل الأقواس الفلت. الفلت ما رح نستخدم هذا الأمر، رح نعمله بالطريقة التقليدية. بالدرس السابع رح نشرح عن الفلت أكثر. الطريقة التقليدية مثلا هنا في عنا زاوية هون وزاوية هون، بدنا نعمل زي القوس على هاي الزاوية. نمسك دائرة تان تان راديوس مثلا 20، صغير كثير، كبرها تان تان، دخل راديوس 100 هيها. بعدين نكبس ترم TR انتر انتر، بنشيل الاشكال جاهزة، صار معنا قوس. هذا القوس راح نصير نستخدمه لقدام، بنعمله بطريقة الفلت اللي هي طبعا أسهل بكثير، بس يجي الوقت تبعها بنشرحها. هذا بالنسبة للترم، روتيت، موف، كوبي، ميرور، وسكيل، وسترتش. أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معي ليه طارق على حساب الفيسبوك، راح تلاقوه موجود تحت الفيديو.